اجا اجا راعي الورك اجا شرب هذا من ايمتى الشيء بابا؟ وين اروح لك؟ على القاعد اليوم يا حبيبي صح 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 في عندك اغنيه والله مسخمين مسخمين لازم يا ملقي والله مسخمين يا ملقي كل شي صار في الدين كل شي صار في الدين والله مسخمين يا هاني هاي غلي الطحين طار وهاي غلي الطحين والله مسخمين يا ملقي ومعنا بنزين ومعنا بنزين والله مسخمين يا ملقي هاي غلي السردين غلي طبعا غلي وهي غلي السردين الخبز اللي عرفنا معاه طعم العشاء ومحو بعد هاي الرفعة ما ضلش عشاء مفيش الخبز اللي عرفنا معاه طعم العشاء ومحو بعد هاي الرفعة ما ضلش عشاء والله مسخمين يا هاني غبرة. والله مسخمين يا هاني كل شي صار في الدين والله مسخمين يلا ما تز خنقنا مهو كل شي صار في الدين كل شي صار في الدين فايش قادر اتنفس والله مسخمين يا ملقي وهي غلي الطحين غلي طبعا غلي وهي غلي الطحين يلا الله 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 تكي 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 يلا ايوه ايوه هيك هيك عيني عليك يا سامع البومبو فاكر يا ملقي لما كنت حزنان علينا كان كله تمثيل وعرض وضحك علينا لما اجت الحكومه وتناقشت مع زملاء الوزراء قلت هذا هو الاتفاق الذي وصلت اليه الحكومه السابقه وجدنا فيه 91 سلعة مواد غذائيه للمواطنين ما في وزير حوالين الطاوله قبل بهذا الكلام قالوا لي لا روح دور على شيء ثاني اي انه ما فيش رفع سعر الكهرباء المياه قلنا ما في رفع للمياه الخبز ما في مد ايده على الخبز فاكر يا ملقى لما كنت حزنان علينا كان كله تمثيل وعرض وضحك علينا ارفع كمان بلل بدخان والله حرام احنا مسخمين ارفع كمان بلل بدخان والله حرام يا حبيبي شو هذا احنا مسخمين شكلك مش عايش معنا بهاي الحياة لا. ولا حاسس ولا سائل فينا وأكلنا هوا شكلك مش عايش معنا بهاي الحياة ولا حاسس ولا سائل فينا أكلنا هوا والله مسخمين يا معتز والله مسخمين يا برود طبعا بالدين يلا والله مسخمين أنا ليش خسفني طيب والله مسخمين شو راك سرقت كل شي صار بالدين كل شي صار بالدين كل شي صار بالدين